الفهد كان قالب عليك الدنيا. وهي وهنا اجت للخطه اللي هصنع بيها الخلاف. واول ما رحت مكتبه لقيته واقف وبزعق له بقول: اسمعني يا ياسين كويس من الاول، لما طلبت ان انت تعمل العمليه دي علشان تجيب لك وريث، علشان قمر هانم اللي بتموت فيها معرفش على ايه مش راضيه تجيب لك الوريث ومش عايز تزعلها، قلت لك لا حرام. بس لما اكتشف ان البنت دي تكون بنت عمتي اللي بدور عليها وان وصيه ابويا ان احميها، يبقى الف لا، يبقى اصطب لهنا يا صاحبي، بنت عمتي تتطلق وتيجي عندي، انت فاهم؟ طب اقعد ياض علشان نتكلم وافهمك كل حاجه. بصراحه ما كنتش هتكلم في الموضوع ده، بس مادام انك فتحته يبقى لازم اتكلم فيه. الزف تقعد. وقتها قعد ياسين وهو متنرفز، وانا بدات اتكلم واقول: بص يا سيدي، موضوع قمر. وبدات احكي له كل حاجه، لانه ما كانش حد يعرف ان انا ظابط وان دي مهمه غير ابويا. حكيت له كل حاجه وخلصت، وساعتها اتنهيت وقلت: فتنسى موضوع ان انا طلاقها او موضوع العمليه دي اصلا، انا مستحيل اعرضها لحاجه زي دي، انا بحبها يا غبي انت، وانا مفهمها كل حاجه، وكمان انا ههربها، وعشان تبقى عارف هم عاوزين يوقعوا ما بيني، فانا هقول ان انت اللي هربتها وساعدتها وخفيتها علشان محدش يشك فيا، وانا وانت نقع في بعض، وانا كمان هخلي زين ينقل لهم الاخبار. هو رافض، بس انا خليت الضابط اللي معايا تقنعه علشان تبقى كل حاجه طبيعيه. فهمت؟ فهمت. يعني انت مش ناوي تاذيها؟ انت لسه صغير. وبعدين تحبها ايه وتتجوزها ايه؟ انت مش شايف فرق السن اللي ما بينكم؟ ده انت بينكم بتاع 15 سنه. لا بص، بقول لك ايه، فكك بقى من ياسين ونصر الصعيد. لا ده انا الصقر، صقر الداخليه، ففكك بقى من حكايه السن دي. ومسا خط احمر، حتى لو بنت عمتك ملكش علاقه بيها، لانها مسؤوله مني ومراتي، وانت بس هتساعدني ان انا احميها، غير كده قسما بالله انزفك يا فهد، انت فاهم؟ خلاص خلاص يا عم، كنت بس بختبرك بشوفك بتحب البيت ولا كلام فاضي زي حبك لست زفتة اللي اسمها قمر دي. المهم هنعمل ايه؟ لا ما تفكرش تاني علشان مخك ده مش فضيل. المهم انا ههرب ميسا من المستشفى، وانت هتاخدها توديها القصر بتاعي في ايطاليا، انت فاهم، في ايطاليا، علشان ما حدش يشك في اي حاجه. انا هفضل هنا وانت تهربها، وهرب معاها البت اللي قالت لك كل حاجه، باين صاحبتها وبتحبها، يبقوا مع بعض ويتعلموا هناك. ماشي؟ وفعلا هربتك من المستشفى وزي الباقي، ما انت بقى عارفاه. المهم في يوم وانا داخل الفيلا بتاعتي اللي في القاهره، سمعت قمر وهي بتتكلم مع الزفت اللي محدش دلوقتي مش عارفه، وده اللي منكنك عليا عيشتي. سمعتها وهي عايزه تقتلني وتخلي كمان الفهد يتورط في الموضوع. جريت على الفهد وحكيت له كل حاجه، وساعتها هو قال لي: ناوي على ايه؟ رديت عليه وقلت له: هتقتلني وقدام زين علشان يبقى شاهد على كل حاجه ويروح يقول له، لانه مضطر يقول له. انت مجنون يا دينتا، هقتلك ازاي يعني؟ انت تبلت فعالك ولا ايه؟ يا افهم وخليك فهد زي اسمك، انا والله ما عارف مين اللي سماك الفهد. ده الفهد سريع الفهم. انا يعني هخليك تقتلني؟ لا، زين هيكون عندك، وانا لما اعرف الشراكه المفروض بينك وبين الصقر اللي محدش يعرف ان هو انا، هتجنن واجي عندك، وهرفع عليك مسدس، مسدس صوت، وهحط فيه دم عندي، وساعتها هضرب نفسي، وزين هياخدني على المستشفى، وانا هكون متفق مع الدكتور. طبعا هو هيقول لهم كل اللي انا عايزه، وكده هزور موت ياسين، وابويا هفهمه كل حاجه علشان ما يهش عليك ويقتلك، وتبقى كده رحت في 60 داهية. فهمت؟ تصدق وتؤمن بالله، انا بندم على معرفتي بيه، بندم، يا ريتني معرفتك كانت معرفه سودة. والله انا اللي بندم على معرفتكم، من يوم معرفتكم والنصايب نازله تتحدف عليا. يلا انا قايم امشي، وخلي بالك القطه هتتنفذ النهارده، زين جاي لك في الطريق، لان الناس اللي مراقباه قالوا لي كده. سلام سلام يا فهد. هاي يا ستي بقى، فهمتي ازاي انا والفهد اتفقنا على كل حاجه وازاي عرف؟ افهم تمام. الصقر بيكلمني، البنت اللي شغاله معاه رنت عليه وقالت له: ازيك يا صقر، بقول لك الموضوع كبر جدا، وقمر كلمت زين وقالت له ان البص بتاعها عايزه، وانا بصراحه قلقانه على زين، خايفه لا يغدروا بيه. ما تخافيش،
بس هو الميعاد امتى؟ هو كلمني من حوالي 10 دقايق الصبح، كلمني وقال لي ان هو عاوز يتكلم معاه، وامر قالت له ان هي هتحدد معاه ميعاد، بس مش قالت له الميعاد علشان ما ينهضش يجهز حاجه، وانا قلت له يخليه على طبيعته وما يسالش في حاجه، ويعمل ان هو متردد وخايف في الاول، وبعد كده يضطر يوافق علشان الفلوس. وبعدين من قيمه 5 دقايق كلمني وقال ان هم حددوا الميعاد النهارده الساعه 2 بالليل. هنعمل ايه؟ هيروح زي ما انت ما قلتيله، ومفيش اي حاجه، بس البدل اللي عندي تبعتيها مع اي واحد على اساس انه المكواد او هو شاريها من محل، ويلبس بدله منه، وترن عليه وتنبهي عليه يلبس اي بدله منه. تمام ماشي، سلام. وقفل الصقر مع البنت، وبعد ما قفل بصيت له وقلت له مش معنى يعني منبه عليها تودي له البدل، هو مش عنده بدل يلبسها ولا ايه؟ لا عنده بدل وكتير كمان، بس البدل اللي انا بعتها له دي فيها زرارين، زرار كاميرا دي حديثة جدا محدش هيعرفها، والزرار التاني مسجل علشان نسمع كل حاجة وبرضه محدش هيعرفها. طب ماشي فهمت. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي كنت عايز افضل معاكي علشان بصراحة انت وحشاني قوي، من زمان ما عدناش مع بعض كده، بس للأسف القعدة الحلوة دي مش هتكمل، لان هضطر انزل مصر حالا علشان اشوف زين، لان المقابلة بتاعته مع الشخص ده طبعا هتكون متسجلة، لان الكاميرا على جهاز اللابتوب بتاعي، عايز اشوف وشه عينيه يمكن اعرفه. تمام ماشي، بس خلي بالك من نفسك. وفعلا راح زين المعاهد اللي كان فيه المفروض يقابل المجهود، كان فاكر انه هيعرف، بس للأسف قبله زي المرة اللي فاتت بقناع، وقعد قدامه مش باين منه اللي عنيه، وبدأ يتكلم المجهول وقال بص يا زين، انا عارف ان شركتك بسبب ان هي هتتحد مع شركة نسر الصعيد للأسف بدأت تتراجع مؤخرا خالص في السوق، هتتضر شوي، بس انا عندي صفقة ليك لو دخلتها من شركتك انت ونسر الصعيد، وطبعا ابوه مش هيبقى عارف بالكلام ده، صدقني الشركة بتاعتك هتعلى قوي وفلوسك هتعلى، ويمكن كمان شركة نسر الصعيد تعلى، تبقوا انتوا الاتنين اكبر من شركة الفهد. انا عارف انك مش طايق الفهد لانه السبب في موت النسر، فعلشان كده حابب اساعدك. قلت ايه؟ وايه هي الصفقة اللي انت هتديها لي دي تكسبني ده؟ ما تزعلش مني، الحداية ما بتحددش كتاكيد، ده انت عشان تخليني انقل لك اخبار اصحابي وتوقع ما بينهم، وانا افضل كاتم بقي مضيتنا على شيكات وانا معرفش، وكمان هددتني في شركتي وباخواتي، فاكيد يعني مش هتديني صفقة حلوة ومضمونة ترفعني انا وناس الصعيد بعد ما انت اللي وقعتنا بقصدك، وانت مش مكاسب حاجة. عايز افهم معلش، اصلا انا مش عبيط. يعجبني ذكائك يا زين، بس على فكرة اللعبة دي انت دخلتها معايا بمزاجك، انا ضغطت عليك شوية بس انت برضو وافقت. المهم انا الصفقة دي صفقة العمر، صفقة بستناها بقالي 5 سنين، وعملت كل اللي حصل ده علشان تتنفس، وعندي استعداد اعمل قده 10 مرات وهتتنفس، بس انت لازم تساعدني، وبعدين انت معايا في الدايرة دي غصب عنك او بمزاجك، اوعى تكون فاكر انك عشان خدت شوية الشيكات دول انك تنقل لي اخبار ان انا مش هقدر احطك تحت درسي، لا ده انا احطك، وبالذات انك مش عارف انت بتلعب مع مين يا مسكين. اتنرفز زين من كلامه وحب ينرفزه، يمكن يعرف منه باي حاجة ويبين له ان هو مش مدلوق عليه، يعني لو بين له ان هو مدلوق ممكن يشك، فقال له لا عارف، وعارف كويس بلعب مع مين، واحد بفكر نفسه اذكى خلق الله، وهو لا حول ولا قوة لي اغبى خلق الله، بقى رايح تسلم نفسك لتربية ملاجئ واحدة بعتها تضحك على راجل تتجوزه وكانت معاك كأنك جوزها، وهي على ذمة راجل، لا وكمان بتحب واحد تاني، يعني ماشية 3 في قلبها عاملة نفسها مركبات، اقلب وركب. بس حابب اقولك معلومة انت نسيها، هي بتحب الفهد بتعبده، ولو قربت من الفهد والفهد ميل عليها هتقول للفهد كل حاجة علشان يبقى معاها، وانت اللي هتبقى تحت رحمة الفهد لانها عارفاه وعارفة كل حاجة عندك. يا خايب ما لقيتش غير قمر وتسلم لها نفسك، ده قمر تبيع ابوها علشان مصلحتها.
انت اتجننت؟ انت بتقولي قمر مستحيل تعمل كده او تأذيني، ده انا اللي حيتها وخليتها هاني، هتفكر تأذيني؟ اه تفكر تأذيك، مش انت برضو كنت عاوز تقتلها؟ اصل هي سمعتك من تسجيل حطهولة، وانا سمعتها وهي بتسمعها، وانت بتخطط بعد ما تخلص كل حاجة تقتلها علشان تاخد البنت الصغيرة اللي اسمها ماس اللي الفهد مخبيها، وسمعتها وقتها وهي بتقول ان هي هتعمل اي حاجة علشان تخلي الفهد يحبها. تخيل بقى لما عرفت ان انت عاوز تقتلها تروح للفهد وتترجاه وتقوله على كل حاجة، وانها بنته وبنت عمته في خطر، ساعتها هيعمل الفهد هتصعب عليه ويدادة عليها، وساعتها انت اللي هتتكشف يا مسكين. نسيت اقولك ان انا عارف ده كله، فما تحاولش تلعب معايا علشان انا بلعب معايا قرصته والاب. زين كان بيقول الكلام ده وهو واثق منه لانه فعلا سمع، كان بيقوله علشان يخلي المجهول يخاف ويتردد، وفي نفس الوقت يخلي المجهول يثق فيه. ما هو قال الكلام ده معناه ان هو مش عاوز فهد يعرف الحقيقه، مع ان فهد عارف كل حاجه وساكت، فمعنى كده ان هو هيحط ايده في ايده ضد الفهد، لان لو مش عاوز الفهد يبقى ضده كان زمانه راح له وحكى له على كل حاجه واتفقوا عليه وعلى قمر، بس هو راح كشف له كل حاجه، معناها عاوز يخبي كل حاجه عن الفهد وعاوز يتخلص من قمر عشان ما تقولش الفهد، وساعتها تنهد المجهول بفكره شيطانيه لانه كده ضمن ولاء زين. وقال له على فكره يا زين، انا عرفت دلوقتي انت مع مين، انت مستحيل تكون مع الفهد، لانك لو مع الفهد كنت فكرت الف مره قبل ما تكشف لي قمر، لان انت عارف لما اكشف قمر هخلص عليها والفهد مش هيعرف حاجه، فانت لو عاوز الفهد يعرف كل حاجه ويعرف انا مين ما كنتش قلت له على قمر، بس تمام هشيلها لك جميل. المهم العمليه دي فيها شويه بودره عمرهم ما نزلوا مصر، يعني بمعنى اصح اللي هياخد منها مره واحده هيدمنها وبعد كده عمره ما هيسيبها ولا هيفكر حتى لو دخل مليون مصحه انه يسيبها، علشان كده غالية جدا وبقالي 5 سنين عاوز ادخلها مصر ومش عارف. استغرب زين لان الصقر بأكده ان الصفقة اللي عاوزين يدخلوها هي عقار ادوية هيدمر ناس كتير جدا، مش بودرة. البودرة سم بس بدمر اللي عاوز ياخد بكيفه مش ناس غصب عنها، والصفقة دي معروفة ان هي هتدمر ناس بمزاجهم او غصب عنهم، بس حاول يدار استغراب وقال بودرة لا طبعا انا مستحيل اوافق، انا ايه اللي يخليني اشتغل في شغل شمال؟ لا انا ايه اللي يخليني احط ايدي في ايدك؟ انا نقلت لك اخبار الفهد ونصر السعيد، بس دي كانت اخباره ما وقعتش ما بينه، بس ان انا ادمر ناس مستحيل اقبل بده. صدقني يا زين مصلحتك تحط ايدك في ايدي علشان المصلحه واحده، انت عاوز تخلص من الفهد وانا كمان عاوز اخلص منه، وبعدين العمليه دي هتوقف شركه النسر اللي انت وقعتها انت والفهد، هتوقف على رجلها، دي الصفقة دي هتكسبك 50 مليون جنيه، توقف شركة النسر من تاني. وعلى فكرة لو ما عملتش معايا الصفقة دي لان مصلحتك معايا، ساعتها هيقدر بكل بساطة الفهد يدمر بقية شركات النسر وشركاتك كمان، لانه هو دلوقتي بقى عدو ومعاه الصقر اللي اقوى من الكل، يعني هو عاوز يدمر النسر علشان بنت عمته ماسة اللي عمل فيها النسر هو وقمر، فانت اللي هتيجي في الرجلين، بس لو فضلت معايا هتوقف شركة صاحبك ومش هتحس بالذنب، فكر وقولي. زين عمل نفسه بفكر وكأنه حيران مش عارف ياخد قرار، وبص للمجهول اللي قدامه وقال له هفكر وارد عليه، على اذنك دلوقتي. تمام بس اعمل حسابك اي حركة غدر انت اللي هتروح في الرجلين يا زين، لان انا ما ببقاش على حد، ومعلش بقى هتحصل صاحبك لو فكرت تغدر، وبالذات انك مش عارفني وعارف انا ممكن ادخلك منين. ومشي زين، وبعد ما مشي بدأ المجهول يزعق ويقول بغضب بقى انا يا قمر الكلب عايزة تغدري بيا بعد ما جبتك من الملاجئ يا تربية ملاجئ؟ فعلا ما بيتمرش فيكي حاجة، ده انا لو هتبحك بعد المعروف اللي عملته معاكي والعيشة اللي عايشتها لك المفروض تسكتي زي الكلب، بس معلش بكرة يومك يجي. وعند ياسين كان قاعد مجتمع مع الفهد وسلمى اللي بتشتغل تحت ايديه، بعد ما شاف كل اللي حصل بين المجهول ويزين على اللابتوب وكلياتهم قاعدين مشتتين مش عارفين هو مين، لانه كان مخبي وشه
بس عينيه كانت باين وطريقة كلام، وهنا الصقر كان شاكك في حد. وساعتها الفهد قال له احنا ما عرفناهوش ولا حتى عرفنا هو مين ومخفى عن زين. وبعدين انت قلت ان هو عاوز يدخل البضاعة دواء عقار هيدمر بيه ناس كتير. دلوقتي هو بيتكلم في بودر ازاي؟ هو انتوا معلوماتكم مش صحيحة ولا ايه يا صقر؟ المعلومات صحيحة، بس الصفقة دي عاوز يدخلها علشان يشوف ولاء زين، لانه لسه شاكك فيه برضه. هو مش اشتغل معاه في اي شغل يضر الناس، هو بس نقل له اخبار. اما بقى بالنسبة لهو مين، بصراحة انا شاكك في حد، لون عينيه طريقة كلامه حاسه، بس مش متأكد. بس لو اتأكدت هحرقه. طب هنعمل ايه يا صقر؟ ده ضمان ولاء زين في دمار ناس كتير قوي. انت فاهم يعني ايه البضاعة دي تدخل مصر؟ هقول لكم هنعمل ايه، بس اهدوا لحد زين ما يجي وهقول لكم هو مين وهنعمل ايه. فلحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي. تفتكروا معايا ايه الخطة اللي الصقر ناوي يعملها؟ ويا ترى هو شاكك في مين؟ ويا ترى شكه هيطلع في محله ولا لا؟ وتفتكروا ممكن زين يدخل البضاعة علشان يكسب ولاءهم ويعرفهم ولا لا؟ لان البضاعة دي خطر على البلد. طب تفتكروا قمر المجهول هيعمل معاها ايه؟ ممكن يخلص منها ولا لا؟ مستنيه رايكم في التعليقات، وبتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.